لماذا مشروع تطوير واجهات النيل بالوراق؟ ما هي المنافع والعوائد من تنفيذ المشروع ومن المستفيد؟ هل هناك أضرار من إقامة المشروع على الصيادين وغيرهم من أصحاب الأراضي والعقارات؟ جميعنا يعلم أن النيل هو شريان الحياة، بل هو الحياة نفسها، مصدر الحضارة لمصر الغالية. ولولا النهر العظيم ما كانت الحضارة المصرية لتخلق وتتطور وتستمر لآلاف السنين. وباعتبار وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها مسؤولية نهر النيل والحفاظ عليه، قامت الوزارة بوضع مخطط لتطوير واجهات النيل يشمل 4 مناطق جديدة داخل القاهرة الكبرى، وكان اختيار منطقة وراق الحضر كمنطقة ريادية للبدء في تنفيذ المشروع بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء. أما الهدف الأساسي من المشروع فهو تطوير واجهة النيل بالمنطقة لحماية جوانبه وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين سريان المياه في فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها إلى محافظات الدلتا، بالإضافة إلى منع التعديات والعشوائيات بهذه المنطقة وإنشاء متنزهات عامة ومراسي تخدم جموع المواطنين والمناطق المحيطة بما يخدم حوالي 2 مليون مواطن بالقاهرة الكبرى. وتحملا من الوزارة لمسؤولياتها وحرصا على عدم وقوع أي أضرار على أحد، تم الاتفاق مع الصيادين بالمنطقة على تعديل التصميمات وإنشاء مراسي تخصص لهم بما يضمن تحسين أعمالهم بشكل حضاري. أنا اسمي حميد حسين أحمد شحاتة، مقيم هنا في الوراق. شغلانة دي أبا اللي جدا ورسنا من أبهاتنا صيادين هنا في المنطقة، واخد بالك؟ طبعا جه المشروع ده طب علينا بنسأل، قالك دي منفعة عامة، احنا اتضررنا من المشروع ده. فجأنا الوزير الراجل واتكلم هو المسؤولين بتوعه، وعدونا بمرس وقالوا هنعمل خوار وقالوا هنبدأ من 30 متر عدلوا بقى فيها، كانت الأول 120 عدلوا فيها خلوها من 30 ل 50، وكل دور كل قارب ليه مرسته. عاوزين معونة تسندنا لغاية لما المشروع ده يخلص، بعد ما سلمونا المرس بتاعتنا مش عايزين منكم جنيه. الصيادة في منطقة الوراق جوزي الحاج مجد السويسي، ست صيادة، يعني جينا من ساعة ما اتجوزت جوزي وأنا في البحر، وجيت لقيت هو في البحر. والمشروع ده كان يعني عامل لنا إدراك صيادين رزق يوم بيوم، إحنا صيادين رزق يوم بيوم، وأنا علمت ولادي كلهم علام عالي من قلب البحر. فجاء سيادة الوزير وقعد معانا، كانت الأول 120 متر الردم، فهو بقى السيادة الوزير استجاب لمطالبنا وقلل الردم على البر وخلاه خالص على البر. فاحنا دلوقتي متضررين من البحر هيقف. السيد الوزير قعد معانا وقال ايه، انا اعمل لكم ايه يعني مرس، بعد المشروع ما يخلص اعمل لكم مرس بتاعتنا. ومش شاكر، هو استاذ محمد قعد معانا وراجل ذوق ومحترم ويعني وما فيش اكتر من كده. يعني مثلا هنا في حوالي 17 رخصه. سمع لنا الوزير وادى طلباتنا بس مش مكفيه، ولا اعمل لكم مثلا مرس بورق رسمي والراجل يشكر. يعني هذا ما تم تحقيقه والتمتع بمزاياه بعد تنفيذ المشروع الريادي لتطوير وتجميل واجهات النيل من غرب كوبري قصر النيل إلى كوبري 15 مايو. وكانت هذه قصة نجاح وتميز تستحق أن تتكرر على طول ضفاف النهر الخالد علشانك يا مصر.